فيطلع نفس الناس بالفتاوى بقى، نفس الناس. واحده تقول لك ايه، ما انت انت اللي اديتي له الفرصه، ما انت لو كنت كويسه في البيت ما كان يعني. انت بتبرري، انت كانت اعلاميه ولا طالعه تبرري ضربها وطالعه تبرري حبسها، اصل انت لو كنت كويسه وبتسمعي كلامه. ايه ده، زي اللي بيطلعوا برضه تقول لك ايه، اصلها تم التحرش بيها في الشارع وتم معاكستها عشان هي لبسها، ده جزء، لكن ده لا يبرر غلطها، هي تحاسب عليك، لكن لا يبرر الاخر. انت كمان مامور، ما انت مامور كمان بغض البصر ومامور ان انت تعمل. فاجي حمل طرف كل المشاكل، ده غلط، ده مش صح، ده مش صح، واقعد احط في اللي في قلب البنات تطلع علشان مستغل. انتوا من امتى اصلا بتفتوا في موضوع؟ ما تفتيش، ما تفتيش، ولا تقولي راي يتم عليه الراي دوت، يتم عليه هدم بيوت. تبنوا الحاجات الصح وناقشوها، سياسه ذبح القطه، سياسه جلد الذات، سياسه النقطه اللي خصص دي اصيله وتحطها وسط حمتك. ايه لما تجيلك ميته وانت كاب وانت كام مطالب ان انتوا تقفوا جنب بناتكم؟ ارجوكم لما تيجي بنتك بتقول لك انا انضربت ولا انا جعانه ولا انا حصل لي ولا منع مني الاكل، ده في زب بيعذب، ما انتش واكله، ويحوش على وياخد عياله ويطلعوا بره ياكلوا دليفري ويسيبوها هي، ما انتش واكله، واعملي بلقمتك والحمد لله على كده. غلط، افوج الاقي موجه كده، هوجه كده. وقبل موضوع عروس الاسماعيليه ده والله الاقي هوجه كده، واحده مذيعه بتقول رايها وبعدين يتم تبني الراي، ما هيش متخصصه، واحده واتنين وتلاته وعشره، ده كتروا جدا. انت بتقول بناء على ايه؟ ما انت يا بتاخدي كوبي وبست، هو ده ايه، ده مترو ده ولا ايه؟ يا بتاخدي كوبي وبست من اراء ناس ثانيه، يبقى تقولي وتنسبي ده راي فلان قايل كذا وراي فلان قايل كذا. يجي مثلا شيخ يقول لك اصل الشيخ حكم ما بين، هو الشيخ ما يا الله يصلح حالكم، الله يصلح حالكم. الشيخ اللي حكم ده هل سمع من الزوجه؟ طيب هل سمع من الطرفين؟ طيب شاف الامور، شاف النظريات العلميه اللي تم التوافق عليها بما لا يناقض الشرع ونفسيا، ده في حاجه اسمها دراسه الشخصيات اللي ينفع. والنبي عليه الصلاه والسلام قال كده، قال كده، انتم اعلم بامور دنياكم، وكل الفتوى اللي تنفع هنا ما تنفعش في الجنوب، ما تنفعش في الشمال. في حاجه اسمها المراعاه على حسب نوع الشخصيه. انا جاي لي زوجه مثلا، عندي زوجه عقلانيه اداريه بحته، وعندي زوج حساس ودود، شخصيه الودوده خناقات، عايز اقول خناقات، ما ينفعش نتنال مع بعض، لا هو فاهم هو عايز مشاعر وهي عندها النقطه دي كذا، دي له فتوى وده له حل، خلاف الزوج العملي جدا والزوجه الحساسه الودوده اللي مش عارفه نعلمه شويه ابني طبطب وبوس وحده مش عارفه ايه وخليك ايه ومراعي في الكلمات. ده في ده حتى الاحكام، طالما احنا تحت سقف قال الله قال رسول الله قال الصحابه قول له عرفان، هو دوت. لكن اجي ان انا اطلع واحد مش عارفه يطلع يقول ايه وسيبوا الناس في حالها تتصالح اذا كانوا هم راضيين، مين اللي قال ان هم راضيين؟ وان كانت هي راضيه بجهل مش راضيه بعلم، والوعي الجمعي اللي حواليها سواء بيئه او سواء اللي هم اسمهم مثلا بيئه اجتماعيه او معينه او سكن معين او بلد معينه، ده السلو بتاعها وما ينفعش نعمل غير كده. لكن ده لا يرضاه الله، ربنا ما يرضاش الظلم، ربنا ما بيرضاش الاهانه، ربنا ما يرضاش انك انت تاخدي فوق دماغك وبعدين ترجعي في الاخر تقولي اصل دي عشان ابقى اصيله وما هدش البيت فهو فين البيت؟ هو فين الزواج؟ فين البيت وفين الزواج؟ ده غلط يا جماعه، ده غلط. في الاول وفي الاخر في اصول ربنا وضح، الاحترام والتقدير، احترام الزوجه وتقديرها واحترام الزوج وتقديره من اساسيات الزواج، من اساسيات العلاقه. لما يروح الاحترام والتقدير واضربها واهنها بالشكل ده، او اضربها ضرب يعمل لها عاهه مستديمه ولا تنزل دم ولا تعمل كذا، ده كارثه، ده كارثه في حد ذاته.